هناك من يظن أن نقطة القوة للجيش الجزائري فقط في القوات البرية، خصوصاً بعدما شاهدنا صواريخ الإسكندر منذ فترة، وهذا خطأ. هناك ركيزة قوة أخرى في القوات البحرية الجزائرية، وبالتحديد في غواصات الكيلوكلاس بصواريخ الكروز أسكلوب 3M14U. لك أن تتخيل أن الجزائر تملك 6 غواصات كيلو، كل منها قادرة على حمل 18 صاروخ، بمعنى 108 صاروخ كروز قادرة على ضرب العدو بدقة في قعر داره بمدى يبلغ 300 كيلومتر. لكن الخطر في هذه الغواصات ليس هنا، الخطر يكمن في القدرة على التخفي الرهيب مما يتيح لها التجسس وتقفي أثر قطع بحرية أخرى، والصعوبة الشديدة لرصدها. خلاصة القول، هي واحدة من أقوى الغواصات في المتوسط وعالميا من حيث التسليح بالصواريخ الجوالة والتخفي. تشغل القوات البحرية الجزائرية 6 غواصات كيلو، 2 كيلو 877 UKM محدثة، و4 636، جميعها تملك قدرة إطلاق صواريخ مجنحة، مما يجعلها الأسطول الوحيد في غرب البحر الأبيض المتوسط بهذه القدرة وهذا العدد من الوحدات. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، شكرا للمتابعة والسلام عليكم.